معانا السيدة أم محمد من الفيوم. ألو. ألو اتفضلي. السلام عليكم. أنا في قاضي بالنسبة لابني، ابني عنده 19 سنة. أنا ممكن بس تعلي صوت حضرتك لو سمحتي، ابن حضرتك عنده 19 سنة. عنده 19 سنة بس عقدية، هو ربنا فتح عليه الشغل والشغل كله يا شيخ، كله كل فلوسه رايحة عليه بره، خليه بره. ألو سامعني؟ سامعك بس بحاول افسر الصوت شويه. حضرتك بتقولي عنده 19 سنه وعاق بيكي ولا انا مش ولا انا ما سمعتش كويس؟ ايوه عاق بيا وعنده 19 سنه وفي يوم من في يوم بيصرف مصاريف بره جامده كتير قوي. طب ممكن لو سمعتي طب عشان اسمع حضرتك استاذه، بعد عليه اتحرق اصبح ثاني يوم بيته محروق غضب من عند ربنا وبعد ربنا شفاه. ما دلوقتي يا شيخ كل فلوسه على مصاريف بره وما بقدرش كده عليك حاجه، لما ما يكونش معاه فلوس يعني معاه فلوس يطلع بره ياكل بره ويشرب بره. طب سيده ام محمد لو سمحت ممكن تكرميني وتتكلمي ببطء عشان اقدر افسر لان الصوت متداخل فيه الكلام، فكلميني بالراحه عشان اسمع. انا اخر حاجه سمعتها ان ابن حضرتك عنده 19 سنه وهو عاق بيكي ثم ثم أيوة. ايوه انا بقول لك اخر حاجه سمعتها ان ابن حضرتك عنده 19 أيوة. سنه وان شاء الله ما يكونش على الوصف اللي انت بتقوليه، هو عاق أيوة. بيكي. كلمي بقى بهدوء عشان اقدر افسر الكلام، اتفضلي. هو ربنا كرمه في شغله يا شيخ وكل مصريف يعني هو ماسك شغله ابوه، ربنا كرمه في شغله كل مكسبه وكل فلوسه بيصرفها بره على لبسه على اكله على شربه، يغسل هدومه بره يعمل بره، انا مش عارفه اسيطر عليه خالص. بنصح الله يلم نفسه كده، راح دعا قال انت مالكش دعوه بيا ولا امي ولا عارفه ولو مت مش هتطلع وراك. فزعلت، اصبح ثاني يوم يا شيخ لقيت اتحرق وقعد بتاع شهر في المستشفى لحد ما ربنا شافه. انا ما بدعيش عليه بس انا زعلان على تصرفاته، انا مش عارفه اسيطر عليه ومش عارفه اعمل معاه ايه. اسيطر عليه انا اخواته اكبر منه كلهم بريش هو ده اللي تعبني، هو مش طيب. عارف اعمل ايه. طيب بيصعب عليا بيصعب عليا بس انا مش عارفه اعمل له ايه. طيب يا محمد لو حضراتكم فسرتوا الكلام اللي ممكن تقوله لي. خلاص لكن هو موجود، لكن هو موجود ولسه عايش يعني الحمد لله. طيب ام محمد بس انا اقول لحضرتك حاجه، انا طبعا مقدر ان انت خايفه تكون ان دعوتك هي اللي عملت فيه، وفي الغالب ده حصل، ولما ده حصل خلاص هو الله سبحانه وتعالى استجاب لك، وده يعلمك ان انت تخلي بالك جدا 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 في دعائك على ابنك. انت انا مش عارف يعني لما تكوني عايزه ابنك يبقى كويس وربنا سبحانه وتعالى كتب لك ان انت كمان زي ما بتربي ابنك كتب لك كمان وسيله ان انت تساعد ابنك ان هو يتربى، وهي ان انت تدعي له وجعل دعائك مستجاب. تروح انت عامله ده؟ طب ما كانت الدعوه اللي انت ربنا مديها لك دي ما تدعي له ان ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه ويشرح صدره وينصرح حاله. ولذلك انا بقول لكل الامهات يخلوا بالهم، اتقوا الله سبحانه وتعالى، بلاش ندعي على اولادنا. طيب اللي حصل ايه بقى؟ ان انت بتقولي ان ابني حصل له حرق وان شاء الله ربنا نجاه الحمد لله، وانت دلوقتي مش عارفه تعملي ايه معاه عشان ما يرجعش او ما يفضلش في السيره السيئه بتاعته ان هو يعوقك وما يشرفش عليكي اي حاجه. مساله بسيطه، انت دلوقتي عليكي ان انت تقعدي معاه اولا وتفهميه ان انت بتحبيه وتفهميه ان انت محتاجه له وتفهميه ان هو في الحقيقه هو ابنك حبيبك وانت مش هتفرطي فيه ابدا، وهو مش عشان هو ابنك مش انت مش بتحبيه عشان هو بيصرف او مش بتحبيه عشان هو بيديلك ده، انت بتحبيه عشان هو ابنك عشان هو نعمه من نعم ربنا. الكلام ده هيبرد قلبه لان هو ما بقاش في الحاله اللي هو فيها دي من فراغ. انا ما سمعتش التاريخ اللي بينكم انتوا الاثنين. انا دايما بقول للامهات صحيح احنا بنقول للاولاد وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، بس انا ما بنساش اخطاء التربيه برضو. احنا ما حدش عارف هو وصل للحاله اللي هو فيها دي ازاي وايه الاخطاء اللي تم ارتكابها معاه، ولان احنا مش هنقدر نتكلم في ده دلوقتي. انا بقول لك تعملي ايه، لو سمحتي اقعدي معاه قولي له ان انت بتحبيه، قولي له ان انتوا عايزين تغيروا العلاقه اللي بينكم انتوا الاثنين، وقولي له ايه اللي خلاك تبقى معايا كده، وحاولوا انتوا الاثنين تتغيروا مع بعض. انت كمان لازم تتغيري وهو لازم يتغير.
لكن انا بكلم ابن حضرتك وبقول له بص يا ابني انت ربنا سبحانه وتعالى نجاك، نجاك عشان تعرف قيمه الست دي، نجاك عشان الست دي جنتك ونارك، نجاك عشان الست دي اللي بتترحم بيها، اتقي الله سبحانه وتعالى فيها. ومش هتعرف قيمه الكلام ده، مش هقول لك لما تفقدها، مش هتعرف قيمه الكلام ده الاحسان اليها غير لما تحسن اليها وتشوف ابواب الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى يفتحها عليك، وازاي قلبك هيعمر ويكون بينك وبين الله صله، وتحسن ويصلح حالك ان شاء الله.